السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي شرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما. الحمد لله الذي جعلنا من خير أمة أخرجت للناس فقال جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمد اللهم اجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن امته ورسولا عن دعوته ورسالته اهلا وسهلا بكم ابناءنا وبناتنا طلاب الصف الثاني الاعدادي الازهري نلتقي بكم على خير دائما ومع ماده الفقه الشافعي ابناءنا وبناتنا تكلمنا في الحلقات الماضيه عن المعاملات في الاسلام واخذنا بعض العقود التي تجوز بين المسلمين وبين غيرهم فهذه العقود التي بيناها هي جائزه بين المسلم وغيره يتعاقد على ما يشاء بشرط ان تكون هذه العقود جائزه شرعا وبينا في عقد البيع انه لا بد من اركان ثلاث العاقدان والمعقود عليه هو الثمن المثمن والصيغه ثم بعد ذلك بينا حكم الغرر في البيع والخيار في البيع ثم بعد ذلك عقد السلم والتسليف وبيع المحاويج، اليوم ان شاء الله ناخذ عقد جديد من العقود التي تتم بين الناس وهي عقود تكون فيها توثيق لذمه الدائن، وهي ما يسمى بعقد الرهن، ما المقصود بالرهن؟ قبل ان ندخل في موضوع الرهن، الرهن يقوم اصلا على دين، يعني واحد يريد أن يأخذ من إنسان مال على سبيل السلف الدين فذهب إليه أنا أريد منك ألف جنيه مثلا قرضا دينا سلفا عندي حاجات عايز أخذ منك ألف جنيه فالتاني يقول له أنا موافق أديك أعطيك مثلا ألف جنيه لكن تديني حاجة رهن فيقول له ماشي خد الموبايل ده خليه عندك رهن او خد مثلا قطعة الذهب دي خليها عندك او قطعة الفضة دي خليها عندك رهن لغاية ما انا اجيب لك الالف جنيه في المعاد الفلاني واخد منك حاجتي وينتهي الامر طيب لو انا ما جبتش في المعاد الفلاني الراجل اللي عنده الخاتم الذهب ده بيقول له انت ما جبتليش فلوسي فممكن اروح ابيعها واخد فلوسي فان اذن له يذهب يبيع المرتهن هذا الذهب الذي في يده ليحصل به ماله، طبعا لازم يكون المال ده المحطوط عنده مقابل او اكثر من الفلوس اللي خدها، ما ينفعش يديله مثلا خاتم ب جنيه ويستلف منه مليون جنيه. لا يكون يغطي الفلوس اللي هياخدها، فده باختصار موضوع الرهن، عشان لما ندخل فيه ونبين تعريفاته ونبين اركانه ما نلخبطش نفسنا، الرهن قايم على ايه؟ قايم على دين، انا بدي واحد حاجه من عندي من البيت عشان اخذ منه فلوس انفقها على ضروريات حياتي ثم بعد ذلك ان تيسر لي الامر رددت اليه ماله واخذت منه الشيء الذي عنده، واذا لم استطع فأزل له في بيعها حتى ياخذ حقه هو من ماله الذي عنده. هيا بنا نرى تعريف الرهن. المقصود ابنائي وبناتي بالرهن لغه هو الثبوت، الرهن لغه هو الثبوت، وشرعا جعل عين مالية وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر الوفاء تاني يبقى الرهن ثبوت حتى في القرآن ربنا قال إيه فرهان مقبوضة فرهان مقبوضة يبقى ده الرهن اللي ذكر في القرآن كل نفس بما كسبت رهينة يعني محبوسة الإنسان محبوس بعمله فالشيء المرهون ده محبوس عند الراجل لغاية ما يرد له فلوسه فلغة هو الثبوت أو اللزوم أو الحبس أو أي معاني من التي ذكرت وشرعا جعل عين اللي هو الخاتم الذهب ده أو الحصان أو أي حاجة مالية وثيقة كأن أنت بتاخد منه وثيقة الدين يستوفي منها الذي عنده هذا المال حقه عند تعذر الوفاء لما بيرجع فلوسه الراجل بيبيع الحاجة اللي عنده عشان ياخد حقه منها طيب نشوف كده دليل الشرعي من قول الله عز وجل فرهان مقبوضة ده طبعا ذكر في سورة البقرة لما يكون اتنين مثلا مسافرين فواحد فيهم عايز ياخد فلوس من التاني دين فمش معاه حاجة فممكن يديله رهن ممكن يديله ساعته ممكن يديله مثلا تليفونه ممكن يديله حاجة ذو قيمة عشان يقدر ياخد منه فلوس ده إذا إذا لم يأمنه أن يرد إليه ماله وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا رهن درعه عند يهودي ويقال له أبو الشحم كان الرجل ده من اليهود فالنبي عليه الصلاة والسلام كان عايز يأخذ 30 صاعا من شعير لأهله كان عايز يشتري حبوب لأهله ففي الفترة دي ما كانش الرسول صلى الله عليه وسلم معه ما أموال لكن كان معاه درع صلى الله عليه وسلم فأعطاها لليهودي فقال له أنا عايز أخذ منك حبوب والدرع بتاعي رهن عندك وكان يساوي الدرع في الفترة دي حوالي سبعة دنانير فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل البائع الذي يسمى أبو الشحم على أن يأخذ منه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثين صاعا من شعير وفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مع اليهودي دون أحد من المسلمين لبيان جواز معاملة أهل الكتاب طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يعني عايز يبين لنا ان ممكن تعمل الرهن ده مع مسلم ومع غيره ومع غير المسلم يعني مش في بعض الناس يقول لك لا ما ينفعش ترهن لغير المسلمين طبعا يجوز انك ترهن لمسلم وغير المسلم المعاملات دي مطلقه ما بين المسلمين وغيرهم طيب نشوف كده اركان الرهن اركان الرهن له خمسه اركان اولها مرهون وهو العين الماليه مرهون هو العين المالية التي يضعها الراهن عند المرتهن ليحتبسها وثيقة بدين اللي هو نقول عليه نسمى نقول كده الخاتم الذهب أو مثلا الحلي أو الحصان أو البقرة أو الشاة أو البيت كل ذلك يسمى رهن فأنا هرهن البيت عشان أخذ من الراجل ده فلوس فالبيت ده أو الحصان أو الخاتم الذهب أو حاجة يسمى مرهون والمرهون به اللي هو الفلوس اللي انا خدتها ده بيسمى الدين انا خدت مثلا ألف جنيه ده يسمى ايه مرهوم به هو الدين الذي للمرتهن في ذمه الراهن انا اللي خدت ال1000 جنيه اسمه إيه؟ اسم راهن هو المدين يبقى انا اللي عليا الدين الذي عليه الدين وذمته مشغوله به تجاه المرتهن يبقى انا ذمتي مشغوله ان لازم ارجع ايه ارجع ال1000 جنيه اللي انا خدتها انا اسمي راهن والراجل اللي خد الخاتم الذهب ده اسمه ايه مرتهن والمرتهن هو الدائن الذي له الدين في ذمة في ذمة الراهن والركن الخامس وهي الصيغة وهي الإيجاب والقبول ودي احنا وضحناها في مسائل كثيرة جدا من أنه لازم يتم بالموافقة وتكون موافقة اللفظين مع بعض ويكونش بينهم فاصل وألا تكون مؤقتة وألا تكون على سبيل يعني التعليق حتى تكون الصيغه صحيحه خمسه اركان للرهن مرهون مرهون به راهن مرتهن وصيغه للرهن حتى يتم الرهن باركان الخمسه الصحيحه تعال نشوف كل ركن من دول ليه شروط عشان يكون الرهن صحيح اول حاجه شروط الرهن ناخد منها شروط الراهن والمرتهن اللي هم الراجلين انا والراجل اللي انا هاخد منه فلوس الراهن والمرتهن يشترط في كل من الراهن والمرتهن أن يكون كل منهما أهلا للتبرع، وده الشرط ماشي معانا من أول البيوع، احنا قلنا لازم يكون الاثنين دول أهلا للتبرع، يكونوا مختارين، مكلفين، بالغين، عاقلين، غير محجور على أحدهما بسفه وغير مكره، ما ينفعش سيادتك تروح ترهن مثلا خاتم ذهب او غويشه ذهب او ترهن البيت وانت اصلا محجور عليك في قضيه عليك ان انت القضاء حكم عليك ان انت تتصرف في اموالك فتروح انت اخد البيت او اخد السياره وتروح ترهنها وتاخد عليها فلوس اقول لك لا يصح رهنك لماذا لانه محجور عليك بسفه او غير ذلك طبعا اللي بيحدد الامر ده هو القاضي القاضي هو من يحدد ان هذا الانسان انسان يحجر عليه بسفه او غيره او انسان تصرفاته سليمه اهلا للتبرع اهلا للرهن اهلا للبيع اهلا لان يدفع ويستدين ويقترض ويبيع ويشتري فالانسان ده لو اتحكم عليه بانه محجور عليه فينفعش يتصرف في امواله ليه لان القضاء بيبين ان الراجل ده مش سوي في تصرفاته بتوكل طبعا للوصي عليه او وليه في الاموال هو من يستطيع ان يتصرف في هذه الاموال وممكن يكون الرجل راهن ده مجنون ممكن يكون صبي ممكن يكون مكره يبقى في هذه الامور لا يصح فيها ان يرهن هذا الرجل شيئا لماذا لانه ممكن ما يؤديش المال طفل مجنون صغير مكره كل ذلك لا تصح تصرفاته فعشان كده حطينا قاعده اساسيه قلنا ايه أن يكون العاقدين أهلا للتصرف، أن يكون المتعاقدين أهلا للتصرف، تاني أن يكون الراهن والمرتهن أهلا للتصرف، عشان ينفع ده يرهن أمواله وده ينفع يأخذ مال، عشان لما نيجي نقع في خلافات نقول هو أصلا أنت رهنت مالك لواحد مثلا مجنون، لواحد محجور عليه أنت اللي أفسدت أمرك من الأول لو أنت خدت بضوابط الشريعة وأركان الشريعة الإسلامية وشروط الشريعة ما كنتش وقعت في هذا المحظور فده شرط مهم من شروط الرهن تعالوا نشوف كده كمان شرط تاني شروط المرهون أبنائي وبناتي أن يكون مما يصح بيعه فإن كان مما لا يصح بيعه كملك الغير والموقوف على غيره فلا يصح رهنه لأن العقيدة القاعدة طبعا اللي احنا ماشيين بيها بتقول إيه؟ كل ما جاز بيعه جاز رهنه ما ينفعش أنت مثلا تروح حاجة ملك لحد غيرك عربية بتاعت أخوك وتروح تاخد العربية بتاعت أخوك وتروح ترهنها أو مثلا التليفون بتاع والدتك هو ليس ملكا لك وتروح تاخد تليفون والدتك وتروح ترهنه في محل وتاخد حاجة عليه تاخد فلوس قصاد منه فطبعا هتروح والدتك للمحل تقول ده الموبايل ده بتاعي انت ايه اللي جابه هنا تقول لها هذا في واحد رهنه طبعا انت كده رهنت شيء لا تملكه والتاني اللي رهن عربيه اخوه هو باع شيئا لا يملكه لان احنا قلنا القاعده الاساسيه كل ما جاز بيعه جاز رهنه طبعا وشروط صحه المبيع ايه ان يكون مملوكا على البائع يستطيع ان يبيعه او مملوكا للذي يستطيع ان يتصرف فيه منتفعا به مقدور على استيمه طاهرا هذه الاركان الاساسيه اللي احنا ماشيين عليها كل ما جاز بيعه جاز رهنه فلا يصح رهن شيء لا تملكه فلا يصح رهن شيء كان موقوفا مثال واحد من الاغنياء اوقف ارضا مثلا قال الارض دي وقف لله ياكل منها اهل الجمعيه الخيريه دول الفقراء اللي موجودين في الجمعيه الخيريه هياكلوا من ريع وثمر المال الوقف اللي موجود في الارض دي ينفع واحد من الفقراء الموجودين في الجمعيه دي يروح يرهن الارض دي وياخد قصاد منها فلوس؟ نقول له ما ينفعش، ليه؟ لان هي مش موقوفه عليك وحدك ولا تملكها انت، ده موقوفه الى يوم الدين للفقراء الذين ياتون هذه الجمعيه ويمشون وغيرهم، فلا يصح رهن المملوك للغير ولا يصح رهن الموقوف لان ده طبعا شيء موقوف يرجو به الواقف الثواب من الله عز وجل. مش تروح تتملكه وتروح تبيعه وتروح تاخد عليه فلوس وتقترض بسببه ده طبعا لا يجوز في هذا المرهون طيب نشوف كمان شرط تاني من شروط المرهون يشترط في المرهون به أن يكون دينا فلا يصح الرهن على الأعيان كعين مغصوبة ومستعارة لأن هذه الأعيان يجب ردها بنفسها يعني ايه معنى الكلام ده يعني انت ما ينفعش تكون مثلا عفان الله مغتصب موبايل سارق من واحد موبايل او مستعير منه عربيه يعني مستلفها منه أخدتها على سبيل الاستعاره او مستعير كتاب وتروح ترهنه عند واحد وتاخد مقابل منه مال طبعا ده لا يجوز لان هذه الاعيان يجب ردها طبعا انت بعد شويه الراجل هيقول لك فين يا عم العربيه اللي انت استعرتها مني فين الكتاب اللي انت خدته استعاره مني فين التليفون اللي انت خدته يوم وهتجيبه تقول له انا رهنته وخدت على قصاد منه مال طبعا لا يجوز في المرهون به ان يكون كذلك طيب نشوف كمان تاني شرط الصيغه دي طبعا شرط مهم من شروط من شروط الرهن يشترط في الصيغه ما مضى في عقد البيع نفس الشروط اللي اتفقنا عليها في عقد البيع أن تكون يعني ملزمة وألا تكون معلقة وألا تكون يعني مؤقتة ولا يفصل بين الإيجاب والقبول بفاصل طويل كمان هنزود عليها هنا في الرهن ألا يشترط في عقد الرهن ما يضر إيه؟ الرهن ما يضر الراهن أنت تروح مثلا ترهن عند واحد مثلا بيت يروح المرتهن يستعمل البيت ده ياجره وينتفع منه يعمله مخزن يسكن فيه هو وعياله وتيجي بعد ذلك بعد ما توفي ليه فلوسه تجد ان البيت او الشقه بتاعتك الراجل اتلفها وطبعا استعلا است... يعني انتفع بيها وانتفع بمنافعها كاشتراط منافع المرهول للمرتهن أو ما يضر المرتهن كاشتراط عدم بيعه عند حلول الأجل أو حاجة تاني أو أنت تقول له بص أنا هديك الخاتم الذهب ده هتخليه رهن عندك قصاد ال جنيه بس بص مستحيل تبيعه طب ليه يا عم مستحيل أبيعه ما أنت لو ما جبتليش 1000 جنيه يوم مثلا شهر خمسة اللي احنا اتفقنا عليه أنا بيع الخاتم يا عمي وأخد مالي تقول لي ليه إزاي أنت هتحرمني من إن أنا أروس إلي أموالي طبعا ده لا يجوز يبقى احنا هنا بنشترط للمرتهن شرط وبنشترط للراهن شرط على الشروط اللي اتفقنا عليها فين؟ في باب البيع اللي هي شروط الصيغة ثاني باختصار ان احنا نفس الشروط الخمسة اللي اتفقنا عليهم في شروط الصيغة ان تتوافق الارادتان وان لا يفصل بينهم فاصل وعدم التأقيت وعدم التوقيت وان تكون فيها ايجاب وقبول ونزود عليهم ان ما يحطلوش شرط يضر بالراهن او شرط يضر به بالمرتهن عشان تبقى شروط مكتملة فين في صيغة الرهن طيب نشوف حكم تاني من أحكام المتعلقة بالرهن عشان نبين هذا الدرس ونوضحه لجميع الطلاب عشان لما تيجي تذاكر ما تجدش إن المسائل صعبة لأن درس الرهن إن شاء الله سهل لو أنت تابعت معانا الحلقة دي أحكام تتعلق بالرهن منها للراهن اللي هو المدين اللي هو أنا اللي اديت ختم للراجل وقلت له عايز منك ألف جنيه أنا اسم كده إيه؟ راهن يعني أنا مدين بالألف جنيه يجوز له الرجوع في الرهن وفسخه ما لم يقبضه المرتهن اللي هو العين المرهونة ممكن يقول له بصراحة أنا خلاص أنا ربنا كرمني وفرجها عليا وأنا هرجع في رهني يجوز له ذلك لكن لو الثاني قبض الشيء المرهون اللي هو الخاتم الذهب ما ينفعش ترجع في رهنك غير لما توفله إيه توفي له فلوسه فإن قبضها ممن يصح إقباضه هو البالغ العاقل الرشيد لازم الرهن وامتنع على الرهن اللي هو أنا الرجوع فيه بالفسخ أو بتصريف إيه أو أي بتصرف يعني يزيل الملك عنها يبقى أنا لو جيت قبل ما أديله الخاتم قلت له بصراحة أنا عايز الألف جنيه وهديك خاتم فراح الرجل اداني الألف جنيه وقبل ما اديله الخاتم قلت له بصراحة لا خلاص أنا ربنا فرجها عليه وهرجع لك الألف جنيه ومش هديك الخاتم في الحالة دي يجوز لي الرجوع طيب لو أنا الراجل قبض مني الخاتم الذهبي واداني ال1000 جنيه ما ينفعش الرجوع غير لما تجيب له فلوسه يبقى تحولنا من دين كان في الأول لرهن لأن احنا قلنا الرهن ده الخاتم ده وثيقة بيستوثق بيها الراجل وبيحبسها عنده حتى يوفي الراجل الراهن ماله طيب حكم تاني منافع المرهون للراهن وعليه نفقه المرهون اذا كان ملكا مثال انا اديت للراجل المرتهن الشقه بتاعتي وخدت منه مبلغ من المال مثلا 10000 جنيه ورهنت له الشقه. طيب الشقه دي اكيد طبعا ممكن بيدفع لها فاتوره كهرباء فاتوره غاز مثلا نظافة فاتورة مية مين اللي يدفع الفواتير دي؟ الراجل اللي مخليها عنده لغاية ما تجيب لي الفلوس ولا أنا صاحبها الصحيح إن أنا صاحبها هو اللي يدفع لاني الأموال دي الراجل كمان مش هيتكلف كمان تاني ويدفع المبالغ دي طيب أنا ممكن كصاحب الشقة دي أنتفع بيها أروح أقعد فيها شوية أسكن فيها أولادي ينفع بس تفضل إيه؟ تفضل مرهونة عند الراجل ما ينفعش تتباع وما ينفعش يتعمل فيها حاجة إلا بإذن منين؟ إلا بإذن المرتهن يبقى منافع المرهول للراهن المنفعة لو أنا أجرتها وطلع مني فلوس أنا أخذ فلوسها عشان أقدر أسد الديون اللي علي وعليه نفقات المرهون أدفع الإيجارات وأدفع الإصالات والفواتير إذا كان ملكا وبالتالي برضو لو إحنا قسناها مثلا على دابة مدي له حصان رهن الحصان ده طبعا عايز يأكل وعايز يشرب حتى لو كانت بقرة مثلا أو شاه أو غير ذلك عايز تأكل وعايز تشرب وعايز نفقة عليها، مين اللي هينفق عليها؟ الراجل اللي هي عنده؟ طب كده انت حملته فوق طاقته، يعني خدت منه فلوس وتخليه كمان ينفق على الدبة بتاعتك؟ لا انت اللي تنفق عليها، لأن اللي هينتفع بيها هو انت. والمرهون أمانة عند المرتهن، المرهون أمانة عند مين؟ عند المرتهن، فلا يضمن المرتهن المرهون إلا بالتعدي عليه، يعني لا قدر الله مثلا الدبة ماتت، الحصان مات. الشاه اللي أنت سايبها عنده الخروف ده مثلا اكل شيء ضار فتلف ومات فطالما انا ما عليه انا كمرتهن ما عليه ولا قتلته ولا اضرت بي ولا افسدته اي شيء من الحاجات المرهونه فانا لا اضمن ذلك لان دي عندي امانه انا هديك امانتك لما تديني ايه الدين بتاع الفلوس اللي اديتهالك يبقى يصبح الشيء المرهون امانه عند المرتهن حتى يرد اليه الراهن ماله فلا يتعدى عليه فإن تعدى عليه ضمنه يعني ايه يتعدى عليه مثلا يترك الحيوان مثلا من غير أكل وشرب لغاية ما يموت أو مثلا يفتح له الباب ويطلقه في الشارع فيفر ويهرب فبالتالي الراجل يقول له طب فين يا عم الحصان بتاعي؟ يقول له انا فتحت له الباب ومشيته، نقول له كده تضمن. تضمن ونشوف سعره كام ويتخصب من الفلوس اللي كان عند الرجل ده عشان انت كده اتلفته بالتعدي عليه. او مثلا اضر بيه حمل فوق الدبه دي مثلا حمل كبير فيعني ظهرها انكسر العربيه اللي انت مديها له رهن راح حملها مثلا بضاعه فالعربيه اتبهدلت والعفشه بتاعها باظت فبالتالي كده يضمن ليه ان انا مديك الحاجه دي امانه عندك مش انك تستعملها وتتلفها وتتعدى عليها وبعدين تيجي في الاخر ترجع حالي يعني متلفه وفاسده وتاخد كمان فلوسك طبعا ده لا يجوز في الشريعه الاسلاميه وهذا يعتبر من اكل اموال الناس بالباطل. بذلك نكون ابنائي وبناتي قد وضحنا بعض الاحكام الشرعيه للرهن حتى يتسنى لنا ان نفهم ما المقصود بالرهن حتى لا نقع فين؟ في المحظور. بقي لنا مساله اخيره ننتقل اليها. احكام تتعلق بالرهن من بينها ولا ينفك الرهن حتى يقضي جميعه فلو قبض المرتهن بعض الحق من الراهن لم ينفك حتى يكمله حتى ايه يكمله علشان ما ايه هو اداله مثلا من 1000 جنيه اداله 100 جنيه ما ينفعش يقول له خلاص اديتك 100 جنيه رجع لي الحصان بتاعي او اديني الخاتم بتاعي نقول له لا لما تكمل كل الدين ولا ينفك الرهن حتى يقضي جميعه لازم يوفي له كل ماله فلو قبض المرتهن بعض الحق من الراهن لم ينفك حتى يكمله ولو ادعى المرتهن رد المرهول للراهن لم تقبل دعواه إلا ببينة يقول له طب ما أنا رجعت لك الختم بتاعك الأسبوع اللي فات يقول له إمتى يقول له الأسبوع اللي فات طب يا عم عندك شهود انك رجعته لي؟ لا ما عندوش شهود، يبقى لازم يجيب ايه؟ يجيب بينه، يبقى في المساله دي لازم نعرف ان لابد من قبض جميع المال حتى يوفيه حقه ما ينفعش يرد له بعض المال ويقول له رجع لي الخاتم والتاني برضه ما ينفعش يقول له انا رجعت لك الخاتم او رجعت لك الحصان بتاعك او الشاب بتاعتك وخلاص رجع لي فلوسي نقول له امتى رجعتها له لازم تبين له دليل وتوضح له حجه في هذا الامر وتجيب له شهود على انك رجعتها له عشان ما يفضلش يطلبك بيها وممكن ما يديكش فلوسك عشان انت كده ايه يعني غررت بيه او كذبت عليه طيب كده احنا وضحنا اركان الرهن الخمسة وضحنا كل واحد من الراهن ليه شروط المرتهن ليه شروط الشيء المرهون نفسه لازم يكون ليه ليه شروط والصيغة لازم تكون ليها شروط طيب ممكن ننتقل لموضع تاني موضع أو عقد آخر اللي هو عقد إيه؟ عقد الصلح إيه المقصود بالصلح؟ ممكن نتصالح أنا ليه عندك فلوس وأنا مش قادر أوفيك مثلا ليه عندك مثلا مئة ألف جنيه وأنت مش قادر تديني الميت ألف جنيه ممكن نعمل حاجة اسمها صلح طب إيه رأيك تاخد مني مثلا الجهاز ده بتسعين واديك حاجه تانية عشرة ونتصالح ويتم العقد بيني وبينك، هل يجوز عقد الصلح في الاسلام؟ نعم يجوز عقد الصلح في الاسلام لكن بشروط وتوضيحات، تعال نشوف مع بعض هنقولها ازاي. اولا المقصود بعقد الصلح. ايه عقد الصلح ده؟ لغه هو قطع المنازعه وشرعا عقد يحصل به قطع المنازعه عشان ما نحصلش خلاف بينه وبينك ونتنازع، وليه ادله من القران وتوضيح من السنة النبوية قول الله عز وجل في القرآن والصلح خير وقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا أي صلح جائز بس بشرط ما ما يودناش لحاجة حرام أو ما يحلش لنا شيء حرام طيب الصلح ده ممكن يكون ليه سبق خصومة يعني في خصومة سابقة بينه وبينك بين المدعين فلو قال شخص الآخر مثلا صالحني على ذلك على عشرين جنيها بدون سبق خصومة فأجابه إلى طلب لم يصح الصلح أنت جاي تصلحه على إيه هو أنا أصلا بين إيه اللي بينه وبينك ما فيش خلاف بينه وبينك عشان نتصالح يبقى الصلح بيجي بعد خصومة اتنين متخصمين في مال متخاصمين في بيعة متخصمين في حاجة بينهم ومن بعض بين رهن بين غير ذلك ممكن يتصالحوا على شيء مالي طيب الصلح لي أنواع ثلاثة في صلح ابراء في صلح معاوضه وفي صلح هبه ايه صلح الابراء هو اقتصار الشخص من دينه على بعضه فان صالحه من الالف الذي له في ذمه شخص على خمسمائه فكأنه قال أعطني خمسمائة منها وأبرأتك من خمسمائة أنا لي ألف عندك فقلت لي طب أنا مش أملك ممكن تصالحني على خمسمائة خلاص متفقين وتكتب لي أنك أنت أبرأتني من بقية الخمسمائة عشان ما تجيش بعد فترة تقول لي لسه لي عندك باقي نقول لك كده ده اسمه صلح إيه؟ صلح إبراء النوع الثاني من أنواع الصلح وهو صلح المعاوضة وهو عدول الشخص عن حقه عينا أو دينا إلى غيره كأن يدعي عليه دارا أو جزءا منها وأقر له بذلك وصالحه منها على معين كنقد وثوب أنا لي عندك بيت فأنت قلت لي أنا مقدرش أديك البيت لكن ممكن أدي ثياب أو أدي نقد يعني فلوس مقابل ليها موافق فقال لي موافق طبعا الصلح هينطبق عليه نفس شروط البيع لو كان في عيب في الشيء اللي انت بتتصالح عليه ده بيصلح معوض يعني هعوضك بالبلدي كده هديك تعويض عن الشيء اللي لك عندي النوع الثالث اللي هو صلح الهبه وهو اقتصار الشخص على حقه في العين خاصة على بعضها كان ادعى عليه دارا وأقر له بها اللي عندك بيته وصالحه على نصفها مثلا فإنه يكون هبة منه لبعضها المتروك فيثبت في هذه الهبة أحكامها ويسمى هذا صلح ويسمى هذا صلح الحطيطة باختصار صلح حطيطة أن الراجل نزل من الفلوس اللي عنده وافق بدل ما كان هياخد البيت كله اداله نص البيت او بدل ما هياخد المبلغ كله حطله من المبلغ ورضي يأخذ بالقليل فحط له من ماله بذلك نكون قد بينا في هذه الحلقة عقد الرهن وأركانه وشروطه وعقد الصلح أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يصلح أحوالنا وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن من فتته هذه الحلقة يتابعها على موقع البرامج التعليمية بالتلفزيون المصري أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعنا على خير دائما أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته I'm